بسم الله الرحمن الرحيم. بيان حكومة الوعد المصرية 35. لائحة الاتهام الموجهة للمحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي لتواطئها مع السيسي في تسهيل بيع أصول الدولة وحظر الرقابة الشعبية لمنع ذلك. أيها الإخوة المواطنون، استمرارا لمسلسل الخيانة وبيع مصر، أصدرت المحكمة الدستورية في 15 من يناير عام 2023 حكما يحرم الشعب المصري من حقه في الرقابة على سلطات الدولة، حكما يسهل بل يقنن أعمال السيسي ونظامه السياسي في بيع مصر. الشعب هو مصدر كل السلطات، هكذا ينص الدستور. ولذا تعلن حكومة الوعد المصرية اعتراضها على الحكم، كما تتوجه الحكومة باتهام صريح للمحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي بالتواطؤ مع السيسي في بيع مصر، وهو ما يستوجب محاكمته وأعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا بتهمة الخيانة العظمى. وهنا تعلن حكومة الوعد لائحة الاتهام الموجهة للمحكمة الدستورية ولأعضائها بشخصهم، مستندة إلى قانون العقوبات ومواد الدستور المصري، معلنين تطبيق العقوبة المقررة دون حصانة لأحد. أولاً، المحاكمة بتسهيل وتقنين الاستيلاء على أملاك الدولة والعمل ضد مصلحة الشعب. تتوعد حكومة الوعد المصرية أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بالمحاكمة الجنائية لإصدارهم حكماً بدستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة بغير حق في 15 من يناير عام 2023، ومن ثم إعمال مواد قانون العقوبات التالية: المادة 105 مكرر، والتي تنص على كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه. المادة 120، والتي تنص على كل موظف توسط لدى قاضٍ أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به، سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري. المادة 121، والتي تنص على كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكما يثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرر وبالعزل. ثانيا، المحاكمة بالتغافل العمد والتلاعب في تقارير وأحكام سابقة. تنزل حكومة الوعد المصرية هيئة محكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بمحاكمتهم عن تجاهل وإخفاء بل وتزوير تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل القاضي بعدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور، وذلك برقم 32 لسنة 2014
من خلال استبداله بتقرير آخر يفيد بدستورية ذات القانون، مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة القومية المتمثلة في الحفاظ على مركز مصر الاقتصادي وممتلكات الشعب، ومن ثم إيقاع العقوبات الواردة في المواد التالية عليهم: المادة 77 دال، والتي تنص على يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن الحرب. الفقرة الثانية: كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها، كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة. المادة 89 مكرر، والتي تنص على كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وإذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها. ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. المادة 90، والتي تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنين كل من خرب عمدا مبانية أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ثالثا، المحاكمة بتلقي رشوة بتولي مناصب ووظائف دون وجه حق نظير تقنين بيع أصول الدولة وحظر الرقابة الشعبية. تتوعد حكومة الوعد المصرية أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بقبولهم وظائف لا يستحقونها من قبل رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، ومن ثم ارتكابهم الجرائم الواردة في المواد التالية من قانون العقوبات نظير إصدار أحكام تضر بمصالح الوطن والشعب. المادة 103، والتي تنص على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. المادة 104 مكرر، والتي تنص على كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره
أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو للامتناع عنه، أو للإخلال بواجبات الوظيفة، يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال، حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة. المادة 105 مكرر، والتي تنص على كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه. المادة 107 والتي تنص على يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها، وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية. المادة 107 مكرر، والتي تنص على يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. وقد ثبت رأي هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في حيثيات تقريره بعدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، والذي تم نظره من قبل الهيئة السابقة في جلسة 6 مايو عام 2017. الخروقات الدستورية التي ارتكبتها هيئة المحكمة الحالية والتي أصدرت الحكم بدستورية القانون، وهو التقرير الذي لم ترد الهيئة الحالية على أسبابه، وتتعلق هذه الخروقات بالمواد الدستورية التالية: تتمثل عدم دستورية القانون في فقدان الشرط الدستوري بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب على القانون، إذ أنه لم يحظ على موافقة أغلبية ثلثي النواب المقررة ب 397 صوتا، وحاز فقط على 374 صوتا بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي وتنظيم ولاية جهات القضاء وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها. وأكد التقرير أن مخالفة إجراءات التصويت على القانون للمادتين 121 و 225 من الدستور أتت عليه من جذوره، فأصابته في منابته وأصل شرعيته، ليقع بذلك مخالفاً لمبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون المنصوص عليهما في المادة 94 من الدستور. المادة 121 والتي تنص على لا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية
والأحزاب السياسية والسلطات القضائية والمتعلقة بالجهاد والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له. المادة 225 والتي تنص على: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر، ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وهنا تتمثل عدم الدستورية في تعارض مواد القانون موضوعيا مع المواد التالية: المادة 1 من الدستور: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. المادة 94 من الدستور والتي تنص على: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. المادة 97 والتي تنص على: التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. وهنا يتبين أن القانون يصادر حق الشعب في التقاضي، وذلك بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيم الطعن أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذي مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد في النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التي يطلبها. ومن بين الأطراف التي أغلق القانون الباب أمامها المتضررون المباشرون من القرارات والإجراءات التي أبرم العقد بناء عليها، والعاملون بالشركات أو المشروعات محل التعاقد، وذوي المصلحة الحقيقية من غير أطراف التعاقد. المادة 188 والتي تنص على: يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه، ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصه. المادة 190 معدلة والتي تنص على: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون. وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. كما تؤكد حكومة الوعد المصرية مخالفة القانون والمحكمة الدستورية للمواد التالية:
المادة 33 والتي تنص على تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاث: الملكية العامة، الملكية الخاصة، والملكية التعاونية. المادة 34 والتي تنص على للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون. المادة 192 والتي تنص على تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. وبناء عليه، أولا، تضع حكومة الوعد المصرية الجميع أمام مسؤولياتهم، وعليه نطالب قضاة محاكم القضاء الإداري والمدني بعدم الاعتداد بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بتاريخ 15 يناير عام 2023، وسماع دعوى المواطنين المتضررين من جراء بيع أصول الدولة وشركات القطاع العام. ثانيا، يتعين على نواب البرلمان تقديم استجواب عاجل لإسقاط التعديلات التي أقرها الرئيس السابق عدلي منصور، وذلك لأنها تسهل بيع أصول الدولة وشركاتها دون رقابة شعبية. ثالثا، على القوات المسلحة أن تتحرك ضد الحكم الصادر، لأن الأمر يتعلق أيضا بممتلكات القوات المسلحة من الأصول والشركات. وفي حال عدم تصدي الجهات السابق ذكرها لمؤامرة بيع مصر والتنازل عن أصول الدولة وثرواتها، فسوف نعتبر الجميع مؤسسات وأفراد مشاركين في المؤامرة، وتوجه لهم تهمة الخيانة العظمى، وسوف تطبق عليهم العقوبات الواردة في القانون دون حصانة اللاحات. وفي النهاية، تتوجه حكومة الوعد المصرية بدعوة المواطنين للتوقيع على التفويض المعلن حتى نتمكن من إنفاذ العدالة ومحاكمة الخونة والمجرمين واسترداد ثروات مصر ومقدرات شعبها. شعب مصر، ليس هناك بديل عن التفويض لخلع النظام الخائن واسترداد أملاك الشعب. التفويض بإسقاط النظام ومحاكمته أو الخروج بثورة عارمة لاستعادة مصر، ولكم حرية الاختيار. وليعلم الجميع أن هذا البيان سيكون حجة على أفراد الشعب مصر وعلى كافة مؤسساته يوم يأتي الحساب. حفظ الله مصر وحفظ شعبها الأبي الكريم.